بعد كده بنشوف حاجة اسمها الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن. دي فانكشن تانية بنقدر نوصف بيها الراندوم فاريبل. لو انت فاكر اتكلمنا قبل كده عن الكوميوليتيف ديستريبيوشن ده او الكوميوليتيف فريكوانسي في حالة الفريكوانسي تيبل، ان احنا بنقعد نجمع الفريكوانسيز كده واحنا راجعين باكورد. فهنا دي طريقة تانية نقدر نوصف بيها الراندوم فاريبل. ولو انت فاكر برضو قلت لك مثلا انا عايز اعرف عدد الطلبة اللي جايبين درجة اقل من 50 مثلا، فدايما دي بتقول لي اقل من او يساوي، بتعبر عن الاقل من او يساوي. لو عندي راندوم فاريبل اسمه اكس، هناك الاف سمول بتعبر عن البي ام اف او البروبابيليتي ماس فانكشن، ولكن الاف كابيتال بتعبر عن الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن اسمها السي دي اف. يبقى السي دي اف بتعبر عن الكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن وبتبقى كابيتال. بتحقق ثلاث شروط. اول حاجه خد بالك برضو الانبوت بتاعها بيكون الفاليو، تمام؟ احنا بنكتبش الراندوم فاريبل الا لما بنكتب بروبابيليتي ان الاكس قيمته اقل من قيمه معينه او بتساوي قيمه معينه. يبقى هي عباره عن اف كابيتال اوف اكس، معناها احتمال ان الراندوم فاريبل ياخد قيمه اقل من او بتساوي قيمه معينه. يبقى اول ما تلاقي اف كابيتال وفي 3 مثلا، يبقى احتمال ان الراندوم فاريبل ياخد قيمه اقل من او بتساوي 3. طب دي بتساوي ايه؟ سبمشن كل البي ام اف من اول الاكس اي اللي انت مهتم بيها وانت نازل، يعني كل القيم اللي اقل منها. يبقى احتمال ان الراندوم فاريبل ياخد قيمه اقل من 3، اقل من او بتساوي يعني، فبتشوف الثلاثه والاثنين والواحد ولو كان في صفر كمان. يبقى دايما بتجمع كده وانت نازل باكورد. الاف كابيتال اوف اكس برضو قيمتها بتتراوح ما بين صفر وما بين واحد. تالت حاجة، لو كان عندي قيمتين أقل من بعض فأعرف إن الـ F capital of X أقل من أو بتساوي الـ F capital of Y. يبقى دايما كده بشوف القيمة إذا كانت أكبر ولا أقل، فبالتالي برضو ده بينظره إن الـ CDF بتكون أكبر أو أقل.